هذه المحطة التاريخية المتعلقة بالمجلس الوطني الاستثنائي، هل المرأة حاضرة؟ بالطبع المرأة حاضرة، لكن اليوم ليس نقاش امرأة، اليوم نقاش الإنسان المغربي بصفة عامة، المجتمع المغربي وانتظارات المجتمع المغربي برجاله ونسائه. المرأة في حزب العدالة والتنمية طبعا حاضرة، لأن كما تعلمون نسبة العضوات التي تم انتخابهم كعضوات في المجلس الوطني فوق 49%، فبالتالي النساء حاضرات بقوة وبكثافة كما الرجال هم حاضرون. لكن اليوم طبعا السؤال والتحدي ليس تحدي امرأة أو رجل، وإنما هو تحدي كما قلت الإنسان والحدث والمجتمع المغربي وانتظارات المجتمع المغربي وانتظارات الشعب المغربي. وأكيد أن اليوم هذا المؤتمر أو هذا عفوا المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية هو يعني مجلس تاريخي، دورة تاريخية ستكسب بماء من ذهب كما محطات أخرى سبقت في تاريخ هذا الحزب، والحمد لله محطة تجسد التلاحم والتفاهم الكبير بين أعضاء العدالة والتنمية، وكذلك تفانيهم في خدمة الصالح العام وتغليبهم للمصلحة العليا للوطن على أي مصلحة أخرى، وكذلك يعني طبعا يتعلق الأمر بإعفاء الأستاذ عبد الإله مكيران الأمين العام وتعويضه بالدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني من أجل تشكيل الحكومة بإذن الله. والأمر يعني كما صغناه في البلاغ الرسمي الذي لا شك توصلتم بنسخة من البلاغ لاجتماع الأمانة العامة، فطبعا نحن نثمن ما قام به الأستاذ عبد الإله مكيران طيلة قيادته لهذا الحزب وطيلة قيادته أو رئاسته للحكومة، ونثمن يعني مجموعة من القرارات التي كان يتخذها والتي كانت هي يتم تثمينها من طرف الأمانة العامة. أستاذي لو سمحتم، البلاغ الديوان الملكي رغم أهميته ورغم أنه قلب الموازين وأربك نوعا ما حسابات بعض الأحزاب، لم يشر إليه بموقع البيجي، هذا معناه قرار أو خطاب أو رسالة؟ لا بالعكس، احنا دائما نرحب بالبلاغات. كان وقع عطب تقني في الموقع لا شك انكم لاحظتوه، ولكن بعد ذلك تم يعني طبعا البلاغ الديوان الملكي لا يمكن الا ان يحظى بالعنايه التامه والكامله من طرف حزب العداله والتنميه ومن طرف المسؤولين على الاعلام في الحزب، اكيد بكل تاكيد. بالطبع حتى بلاغ الامانه العامه اكيد انه ثمن عاليا البلاغ الديوان الملكي والمنهجيه الديمقراطيه التي التزم بها جلاله الملك نصره الله، وحرصه على ان يختار شخصيه من الحزب الذي حصل على يعني تصدر نتائج الانتخابات، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يلتقط الفرقاء السياسيين هذه الرساله، وبان الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات هو الحزب الذي عليه ان يشكل الحكومه وهو الذي تقع على عاتقه هذه المسؤوليه، ونسال الله ان ينتهي هذا الاحتباس الذي عاشته البلاد.